على الجانب الآخر، من الملفات الهامة والحيوية خلال الساعات الجارية بعد هذه الزيارة الهامة لمجلس إدارة النادي الأهلي لوزير الشباب والرياضة، اليوم صباحا سافرت بعثة فريق النادي الأهلي إلى سلوفينيا لإقامة المعسكر المغلق الأوروبي استعدادا للموسم الجديد. هذا المعسكر الهام جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة، يأتي في إطار الاستعداد النهائي، خاصة أن هذه المرحلة الثالثة من الاستعداد للانطلاقة الأفريقية ومباراة تاونشيب في الجولة الثالثة منتصف هذا الشهر، ثم الانطلاقة المحلية والاستعداد للمسابقات القادمة بالنسبة للموسم الجاري موسم 2018-2019. توجهت بعثة فريق النادي الأهلي ظهر اليوم لخوض معسكر إعداد أوروبي، وغادرت مطار القاهرة في الثانية ظهرا في رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف. ومن المنتظر أن تستقل البعثة فور وصولها حافلة من المطار إلى مقر إقامة معسكر الفريق في المنطقة الحدودية بين كرواتيا وسلوفينيا في رحلة تستغرق 2 ساعة. وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرو قد أعلن عن خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني يوم 17 يوليو الجاري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. يمكن كما تابعنا خلال هذه الصور واللقطات الحية لبعثة فريق النادي الأهلي في مطار القاهرة قبل السفر إلى المعسكر الأوروبي، هناك عدد كبير من اللاعبين لن يتواجدوا مع الفريق في بداية المعسكر، خاصة اللاعبين الدوليين الذين متواجدون خلال هذه الفترة في راحة سلبية استعدادا للموسم القادم بعد نهاية المشوار الدولي مع المنتخب الوطني في مباريات كأس العالم بروسيا 2018. وأيضا هناك لاعبين آخرين لم تنتهي الإجراءات الخاصة بالتأشيرة للسفر خلال الفترة القادمة، أبرزهم مهاجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني مروان محسن واللاعب الجنوب أفريقي باكاماني، حيث أن باكاماني خلال الساعات الأخيرة يمكن تعذر انضمامه لمعسكر فريق النادي الأهلي منذ بدايته نتيجة تأخر عودته إلى القاهرة بعد خوضه فترة راحة سلبية واستعدادا مع منتخب جنوب أفريقيا في دورة ودية. تأخر في الالتحاق ببعثة فريق النادي الأهلي، حتى أيضا تأخر في الالتحاق بمعسكر الإعداد في برج العرب وفي القاهرة قبل السفر للمعسكر الأوروبي. ومن المقرر خلال الساعات القادمة أن يلحق الثنائي مروان محسن وباكاماني إلى الانضمام لبعثة فريق النادي الأهلي في كرواتيا وسلوفينيا فور إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة. هذا وقد يلحق أيضا شريف إكرامي ومحمد الشناوي وسعد سمير وأيمن أشرف وأحمد فتحي لاعبو الأهلي الدوليين بالبعثة يوم 5 يوليو الجاري. يأتي ذلك في الوقت أيضا الذي تقرر فيه أن يصل عمرو محب المترجم الخاص بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي خلال الساعات القادمة للانضمام للبعثة. أيضا خلال الفترة الماضية من خلال تدريبات واستعداد بدني للمرحلة القادمة وخوض فريق النادي الأهلي أكثر من مرحلة إعداد قبل السفر للمعسكر الأوروبي، انتظم جميع اللاعبين خلال التدريبات الأخيرة، لكن كان هناك قرار هام جدا لباتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي حينما استبعد أحمد حمدي من معسكر فريق النادي الأهلي الأوروبي لعدم التزام اللاعب بتعليمات المدير الفني خلال الفترة الماضية. وخلال تواجد اللاعب في المعسكر في برج العرب كان هناك تعليمات خاصة من باتريس كارتيرون والجهاز الفني للاعب، واجتمع الكابتن محمد يوسف باللاعب خلال هذا المعسكر، ثم عندما خاض الفريق مباراة ودية أخيرة مع فريق نادي الشمس فكر باتريس كارتيرون في عدم الدفع باللاعب سوى في اللحظات الأخيرة، لكن قبل السفر فضل كارتيرون استبعاد أحمد حمدي من معسكر الأهلي الأوروبي خلال المرحلة القادمة كقرار هام جدا من المدير الفني بالنسبة لكل اللاعبين استعدادا للمرحلة القادمة.